سلام البنات، اليوم راح نعطيكم في هذا الفيديو كيفاش نحيو هذوك حبات الثوم. هذوك الصغار اللي نجيبوهم ديما نخليوهم، انا هذول عندهم فايت شهرين وهما محطوطين، كل مره نقول نديرهم كل مره نقول نديرهم. المهم راح نعطيكم في فيديو تاع تنظيم الخضره، قلت لكم راح نعطي لكم كيفاش ديروهم باش يسمى تقشروهم تقشروا لكم بسهوله. راح نجيبو هنايا الماء نحطو هكا في حاجه هكا غامقه شويه، ما يكون دافي شويه رايح للسخانه. نحطو هذوك الريوس تاعنا، تقدروا تنحيوهم تقدروا ديروهم هكا بعد ولا تحطوهم كيما راهم. انا حنحيهم، درت هنايا الصحن شويه صغير تخليوهم قد ما بغيتوا، تقدروا تخليوهم من الصباح للعشيه ولا ديروهم في الليل والصباح تنحيوهم. راح نخليهم ونرجع لكم كي نحيه. راح نقشر لكم البنات بعد ما فاتت، انا درتو تقريبا الصباح نص نهار ورانا دوك هكا العشيه. شوفوا كيف عادي تقشر، هاي حبه صغيره ها. كملت قشرت الثوم تاعي وشيحتها من الماء، نحطوها هكا في بلارة ونديروها في الفريجيدار، كي نبغي نستعملوها نجبدو. هذه هي تطبيرة اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وفادتكم. عمبالي كاين بزاف اللي يعرفوها وكاين اللي ما يعرفوهاش، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.